إذن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل مرة أخرى أيضا هنالك تتواصل هذه التحديات وتستمر هذه الانطلاقات في هذا المساء المتميز مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. أيضا الاستعدادات الأولية لانطلاقة رابع الأشواط شوط الإناث الهواة، أيضا هذا الشوط يحمل 12 مشاركا يتنافسون أيضا من أجل اللقب، يتنافسون من أجل الفوز من أجل الانتصار مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. بالفعل كانت هنالك انتصارات من قبل هذا الشوط، وبالفعل كان هنالك عبد المجيد المولد في شوط الذكور حظ ظفر وانتصر بالمركز الأول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. الاستعدادات لانطلاقة شوط الإناث، وهنالك أيضا الأسماء التي تواجدت وحضرت هنالك بهذه اللحظات: سعيد بن حارب بن محمد السعدي، منصور بن سالم بن سيف الخليبان النعيمي، وسيف بن خلفان الشامسي، وسلمان بن غربي المنصور، وسيف بن خلفان بن سعيد الشامسي، عبد الله بن سالم بن عبد العزيز السلامه، ايضا عبد اللطيف بن سعد بن عبد اللطيف العبد اللطيف، منصور بن محمد بن حمد بن عبد الله المزروعي، سالم بن حمد بن خلفان بن سيف بن سعيد الشامسي، منصور بن سالم بن سيف بن معضل الخريباني النعيمي، واحمد بن راشد بن سعيد بن خميس السعدي، وجابر بن عوض بن جابر بن علي المنصوري، مع اسماء متميزه ايضا هنالك: اغتيال، موسكو، انعاش، سبرايز، رعب، ديالا، نايت، وسم، وسيطرة، والواعية، ومصيبة، وفرق. هذه هي الأسماء التي سوف تشاهدون من خلالها الإثارة. وبالفعل أعلنت هذه الانطلاقة، أعلنت انطلاقة هذا الشوط، الشوط هو 2500 متر للإناث مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، حيث أتابع البداية، أتابع السرعة، أتابع التحدي من تحمل الرقم 21 تون تون. هنالك نايت، عبد اللطيف بن سعد بن عبد اللطيف، العبد اللطيف مع نايت، نايت يا نايت على المركز الأول، ومع الفنلة الخضراء في رابع الأشواط في شوط الإناث الهواء هو المركز الثاني. يا أبو الله الله، واللي وصلت من تحمل الرقم 20 هنالك ديالا، ديالا نايت، اوب 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 نايت، نايت مسيطر على البداية، مسيطر على المقدمة بهذه اللحظات مع عبد اللطيف بن سعد، العبد اللطيف المركز الثاني، عبد الله بن سالم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، بن عبد العزيز السلامة. ولكن البداية وين؟ السلامات وين؟ السلامات وين؟ عبد اللطيف بن سعد بن عبد اللطيف، الله، من تحمل الرقم 20 ديالا، 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 اوب 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 ديالا، نايت، 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 وديالا، وديالا، ونايت، عبد العزيز السلامة، عبد العزيز السلامة، وعبد اللطيف بن سعد، العبد اللطيف، العبد اللطيف، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، والسلامات مشاهدينا الأعزاء مع ديالا، اللي قادم، من اللي قادم، من اللي قادم بهذه اللحظات، اللي غير الموازين، اللي غير بهذه اللحظات، من يحمل الرقم هو الرقم بهذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء. أبو الله الله، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، وديالا، ديالا، 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 من المرة الأخيرة، اللحظات الأخيرة، وديالا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة،
في هذا الشوط، شوط الهواء بالفعل، شوط الهواء بالفعل، بالفعل هو ما شاء الله إثارة وتحديات وتجاوزات قوية 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 مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. بالفعل أيضا هنالك التهاني، التهاني والسلامات في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. من تحمل الرقم 27، من تحمل الرقم 7 بهذه اللحظات. أيضا هنالك سعيد بن حارب بن محمد الساعدي. المركز الأول بالفعل كان من تحمل الرقم 7، هنالك اغتيال، اغتيال وسعيد بن حارب بن محمد الساعدي بالمركز الأول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. المركز الثاني كانت هنالك أيضا نايت أو هنالك ديالة مشاهدينا الأعزاء لعبد اللطيف بن سعد بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف بالمركز الثاني بهذه اللحظات. بينما ثالث المراكز، ثالث المراكز مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أيضا هنالك على المركز الثالث، هنالك على المركز الثاني كانت ديالة لعبد اللطيف بن سعد بن عبد اللطيف، ثالث المراكز عبد الله بن سالم بن عبد العزيز السلامة من تحمل الرقم 20 في ثالث المراكز. تهانينا والف مبروك هذا الفوز وهذا الانتصار لسعيد بن حارب بن محمد الساعدي، ويسعد لي، يسعد لي مساءك يا راعي. اغتيال في اللحظات الأخيرة، في الأمتار الأخيرة أيضا كانت هنالك اغتيال لتهدي التهاني والسلامات لك يا الساعدي لسعيد بن حارب بن محمد الساعدي، ونزف لك أجمل التهاني المسائية وأجمل التحايا أينما تسكن. وأين هنالك مع اغتيال سعيد بن حارب بن محمد الساعدي لك التهاني ولك السلامات بهذا الفوز وهذا الانتصار مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. انتهى أيضا شوطنا الرابع بهذه اللحظات.